مبادرة حياة كريمة وصلت مساعدتها لأهالينا في غزة عن طريق تزويدهم بمتطلباتهم من المواد الغذائية والطبية والملابس والأغطية. يمكن احنا متابعين المجهودات دي من أول بداية الأحداث. متطوعي حياة كريمة بيشتغلوا على مدار الساعة في تعبئة وتجهيز القوافل الطبية. مبادرة حياة كريمة تقدمت بالشكر لكل المتبرعين على مساهمتهم في رفع العبء والمعاناة عن أهلنا في فلسطين، وإحنا بالتالي برضو بنشكرهم. ومعانا الدكتورة غادة البهنساوي رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة. دكتورة غادة أهلا بك معانا يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. ندخل مباشرة في الموضوع، إحنا متابعين من أول الأحداث ما بدأت ومجهود المتبرعين والمتطوعين في حياة كريمة لمساعدة أهلنا في غزة، ما تم وما هو مخطط ليه النهاردة؟ هي حياة كريمة الحقيقة شعار المؤسسة نفسه هو من إنسان لإنسان، وده مش مجرد شعار الحقيقة أطلقناه في المطلق، ولكنه الحقيقة هو أمانة ورسالة شلناها على عاتقنا تجاه أي إنسان أي مكان مكانه. الحقيقة الفترة اللي فاتت وقبل العدوان السيء والغاشم على فلسطين كنا بنشتغل داخلي، كنا مركزين جهودنا كلها على أهالينا في قرى حياة كريمة وكل قرية وكل نجعة في 27 محافظة. إنما ما لقينا في يعني بيحصل في فلسطين حاجات ضد الإنسانية الحقيقة، ويعني حاجات لا يعني تعلمنا ليها كثيرا من قلوبنا، ما قدرناش نقف ساكتين ولا نندد ونشجب فقط يعني، ولكن كان في تحرك قوي من مؤسسة حياة كريمة وكل مؤسسات المجتمع المدني في مصر الحقيقة في ظل التحالف الوطني العام الأهلي التنموي، وقدرنا الحمد لله يكون لنا دور إيجابي. الدور الإيجابي ده حقيقة بدأ بسلسلة من الخطوات الفعلية والإيجابية اللي بدأت بإطلاق حملة شعبية موسعة كل محافظات الجمهورية للتبرع بالدم، ودي كانت أول خطوة عملتها حياة كريمة، والحقيقة كانت سلسلة شاركت فيها كثير من المؤسسات على الأرض. قدرنا ننتشر في 27 محافظة متطوعي حياة كريمة واللي تخطى عددهم 35,000 متطوع بفضل الله في كل محافظات الجمهورية، كان ليهم تواجد قوي جدا على الأرض، وقدرنا نطلق أول أو أكبر حملة للتبرع بالدم وقدرنا نوصله لأهالينا في قطاع غزة. دي كانت أول خطوة، الحقيقة ما اكتفيناش بكده، وكمان الشباب والمتطوعين وهم أساس حياة كريمة الحقيقة كان ليهم وجود قوي جدا عند معبر رفح من بداية العدوان، كانوا فاتتهم مفتوحه من باب المعبر وكانوا بيطالبوا بوقف الحرب وكانوا بيطالبوا بفتح المعبر لدخول المساعدات، فدي كانت خطوه ايجابيه خدوها. ما اكتفيناش ايضا بكده، ولكن بدا التحرك الفعلي لجمع التبرعات من خلال مؤسسه حياه كريمه على فور حياه كريمه، خصصت كل حساباتها في البنوك المصريه لتلقي التبرعات لصالح اهالينا في قطاع غزه، فعلى الفور فتحنا كل بنوك الحسابات في كل البنوك وبدانا نستقبل التبرعات. طب التبرعات دي راحت فين؟ تم تحويلها بالكامل للاحتياجات لاهالينا في قطاع غزه. فقدرنا نوفر ليهم المواد الغذائيه والميه النظيفه والمستلزمات الطبيه والادويه، وكل الكلام ده شفناه في القوافل اللي اتحركت من خلال معبر رفح الفتره اللي فاتت ومستمره حتى الان. كان عندكم توقع ان الموضوع يعني هيستمر لشهر وزياده وكان في نفس يكمل؟ الحقيقه هو السر في المتطوعين، الحقيقه هم من اول يوم من بدايه من 7 اكتوبر كان في تواجد قوي عند المعبر، وما كانش في اي مؤشر على فتح المعبر، ما كانش في اي مؤشر للخير الحقيقه، وفضلوا معتصمين وموجودين في اماكنهم رافضين المروح رافضين الاكل والشرب كوسيله ضغط الحقيقه يعني شبابيه جدا وغير يعني موجهه نهائيا، وقدروا بفضل الله ان هم يكون لهم تاثير دولي، وده اللي خلى ان احنا نشوف الامين العام للامم المتحده موجود بنفسه في نفس المكان اللي كان واقف فيه الشباب المصري المتطوع، وقدم رساله للانسانيه في كل حته وان اللي بيحصل ده جرائم حرب ولابد من فتح المعبر. وكان الحمد لله خطوه الشباب دي اللي مليانه حماس ومليانه ايمان بالقضيه الفلسطينيه كان ليها تاثير دولي قوي جدا. فيعني السر في التطوع والسر في المتطوعين، وانا من خلال حضرتك النهارده احنا كنا بنشهد النهارده حالا يعني من خلال من دقائق كنا بنشهد تخرج 5000 متطوع جديد. النهارده كان يوم متطوع حياه كريمه. هو ده اللي انا ده سؤال كنت عايز اسال فعلا عن المتطوعين الجدد. ده حقيقي كنا بنحتفل النهارده بدفعه جديده من خلال تخرج وتدريب 5000 متطوع من متطوعي حياه كريمه. النهارده كنا في دار الاوبرا وكان في حضور الحقيقه قوي جدا، واحتفلنا ب 5000 متطوع جديد بينضموا ل فرق الرفض الميداني وفرق متطوعي حياه كريمه اللي قلت لحضرتك ان هم تخطوا 35,000 متطوع في كل محافظات الجمهوريه. كمان المتطوعين لهم دور كبير جدا بيحصل دلوقتي مستمر
كل الساعة، وهو من خلال مبادرة من إنسان لإنسان، ودي اللي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة. يعني هدفها الأساسي هو دعم أهالينا في قطاع غزة، وكمان مركزين فيها على طلاب المدارس اللي بدأوا يزوروا مؤسسة حياة كريمة ويجوا يشاركوا معنا بنفسهم في تعبئة الفراتين اللي بتروح والمواد الغذائية والمستلزمات الطبية اللي بتروح لأهالينا في قطاع غزة. فدي كانت يعني دي جهود المتطوعين الحقيقة اللي هم سر استمراريه ونجاح وحماس حياه كريمه في كل الانشطه بتاعتها. هو انا عايز اقف عند رقم 5000 متطوع جديد بتحتفلوا النهارده يعني الوقت وقت التدريب. دكتوره غاده، يعني انتوا كده بتسابقوا الزمن في مساله تدريب المتطوعين الجداد، وان انتوا بتفتحوا نوافذ لاماكن مدارس، طلبه المدارس بتحضر تشوف ده بعينيها. صحيح. الحقيقه هو التدريب بيقعد يعني استمرنا فيه شهور، ده نتاج مجهود شهور طويله. والحقيقه حياه كريمه كمان كمؤسسه ما اشتغلتش فيه لوحدها، ولكن كان في معانا شركاء نجاح زي ما بنقول عليهم في كل مجال. كان معانا الاكاديميه الوطنيه للتدريب، طبعا كل الوزارات المعنيه وهيئات كثيره المعنيه في الدوله، ولكن قدرنا من خلال الشهور اللي فاتت ندرب الشباب دول كجزء اكاديمي وجزء تثقيفي وتوعوي، وكمان الاهم هو الشغل على الارض، ان هم قدرنا ننزلهم في كل محافظات الجمهورية في زيارات ميدانية، شافوا شغل حياة كريمة على الأرض، شافوا الإنجازات اللي بتتحقق على الأرض بالفعل في كل قرية وكل نجع في محافظات الجمهورية. فهو برنامج شامل بيمر بيه المتدرب، زي ما قلت لحضرتك بيبقى ضامن له كل أوجه التعليم الأكاديمي والفني، وفي كمان حاجات فنية وأنشطة ثقافية وتوعوية وفنية ومسرح، ويعني شامل كل حاجة بحيث المتدرب يخلص البرنامج ويتخرج يكون عنده حصيلة قوية جدا عن حياة كريمة وعن الدولة بشكل عام. لكن ده طبعا بالتوازي مع مجهود حياة كريمة داخل مصر. طبعا. يعني احنا شغالين حقيقة ما نقدرش يعني نأثر نهائيا مع أي مواطن مصري في أي قرية من قرى حياة كريمة، احنا ما زلنا شغالين في مشروعات التمكين الاقتصادي بقوة في كل المحافظات، بنسلم يوميا أكثر من 20-25 مشروع تمكين اقتصادي جديد لأهالينا في القرى حياه كريمه، كمان شغالين في مبادره انت الحياه، ودي من اهم المبادرات الشامله اللي اطلقتها مؤسسه حياه كريمه. يعني الكثير من المبادرات الحقيقه شغاله ما نقدرش ناثر فيها خالص تجاه اهالينا داخل مصر، يعني احنا دي اول مشاركه لينا خارج مصر، انما احنا طبعا الاساس لحياه كريمه هو توفير الحياه الكريمه لاهالينا في مصر، انما ما نلاقي برضو الانسانيه والانسان في اي مكان، زي ما قلت لحضرتك شعارنا من انسان لانسان، اما نلاقي الانسان حقه بيهان في اي مكان هو موجود فيه، فكان على الفور حقيقه كان لازم يبقى لينا وقفه ولينا دور، فده اللي خلانا يكون لينا دور الحقيقه اغاثي كمان خارج مصر مش جوه مصر بس. وفي الحقيقه وربنا يكرم المتطوعين ويكملوا يا رب على خير ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يعني ده نجاح جديد بيضاف للنجاحات اللي حققتها مبادره حياه كريمه من اول ما انطلقت. ارجو دكتوره غاده انك توصلي شكر كل مصري نفسي يكون مكان المتطوع ده لكل المتطوعين والمتبرعين لمبادره حياه كريمه. دكتورة غادة البهنساوي، أنا بتمنى لك كل التوفيق، رئيس المركز الإعلامي لحياة كريمة، وبشكرك جدا لوجودك معانا.